رحب بحضراتكم مرة تانية. زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم من بداية الحلقة عن إنه الطالب لازم يختار الكلية اللي هو عايزها، لازم يختار التخصص اللي هو شايف نفسه فيه واللي شايف مستقبله فيه، لازم يختار الكلية اللي تناسب مهاراته وقدراته أيا كان. على فكرة مجموعه، إن كان مجموعه أكبر أو أقل، يعني في ناس بالنسبة جايبين مجموع كبير قوي بيخشوا كليات تتطلب مجموعة أقل والعكس. هو الأهم إن أنا أدخل كلية تتطلب وتتوافق مع قدراتي ومهاراتي، اقدر ان انا ادي فيها، اقدر ان انا اكون موفق بدخولي هذه الكليه تحديدا. عشان كده النهارده في صباح الخير يا مصر هنحاول ان احنا نقدم روشته توعويه لكل طلاب الثانويه العامه اللي اتخرجوا السنه دي. الروشته دي مش هيكتبها خبير متخصص في شؤون التعليم العالي ولا ورقه بحثيه هنكتبها، لا، الروشته دي هتكتب أو هنكتبها دلوقتي مع أوائل الثانوية العامة في الدفعات اللي قبل كده والسنوات اللي قبل كده اللي فاتت تحديدا. وهنا بنتكلم في الفقرة دي عن دفعة 2021-2022. خلونا نرحب بمريم إسماعيل أو مريم محمد إسماعيل، واحدة من العشرة الأوائل في الثانوية العامة الشعبة الأدبية سنة 2022. صباح الخير يا مريم. صباح النور. ورحمة عبد الوهاب من أوائل الثانوية العامة شعبة علمي علوم سنة 2021. صباح الخير يا رحمة. صباح النور. منورنا، صباح الخير يا مصر. ويعني احنا مبسوطين قوي ان انتم معانا، ومبسوطين انه في نماذج هتقدر توصل وجهه نظرنا كمان للمشاهدين، نقدر يكون في على ارض الواقع اهو طلبه وطالبات قدروا ان هم يختاروا المجالات اللي هم حابين يبقوا موجودين فيها. فهبدا في البدايه مع مريم. قبل ما اروح لروشته التنسيق يا مريم، عايزه اسالك، انت في الاول كنت بتفكري في ايه؟ يعني وانت خلاص، احنا ثانويه عامه عارفين هم سنتين احنا قاعدين بنذاكر فيهم بس، وحاطين كده خطه في دماغنا ان احنا عايزين عنا على هدف معين او على كليه معينه. احكي عن السنتين دول معاكي. طيب اول بس، هي كانت سنه واحده مش سنتين. انت 2022. بس هو من اول السنه بتبقي حاسه بضغط، فكره ان انا يعني هل السنه دي هي اللي هتحدد مستقبلي؟ الفكره دي بتكون فكره صعبه مش سهله طبعا، مع ان هي مش صح بنسبه 100%، بس هي المعتقد اللي موجود عند اغلبنا يعني. فدي حاجه بتحط عليكي ضغط قوي، غير المذاكره ذات نفسها. من اول يوم بتفضلي تسعي للحاجه دي وتسعي للهدف اللي انت عايزه توصلي له، وفكره يعني فكره انك ما توصليش للحاجه اللي انت عايزاها بيفضل يعني حاجه بتضغط عليكي طول السنه. فكنت بحاول على قد ما اقدر ان انا لا فعلا مش عايزه ان انا اتحط في موقف ان هو انا ليه ما وصلتش اللي انا عايزاه. عملتي ايه بقى عشان ما تتحطيش في الموقف ده؟ اللي هو لا خلاص، انا فعلا مفيش حاجه في دماغي غير ان انا هوصل للحاجه اللي انا عايزاها. مذاكره يعني، كنت قاعده بالظبط بتقسمي وقتك وقاعده بتذاكري. طب هايل. رحمه، اعتقد ان طلاب علمي تحديدا بيكون اللود عليهم اكبر، وبيكونوا شايفين ان هم لازم يجيبوا مجموع كبير جدا علشان يحققوا رغباتهم او يلبوا طموحات اهلهم اللي هم شايفينها لابد ان انت تدخل كليه طب، كليه صيدله، كليه يعني هندسه وغيره. ايه النصيحه اللي انت تنصحيها دلوقتي لكل زمايلك بقى اللي موجودين في ثانويه عامه السنه دي ومقبلين على كتابه الرغبات؟ النصيحه اللي انت عملتيها. اللي عملتها هو انا اكيد اهلي كانوا سايبيني مطلق الحريه اختار اي كليه، مش اختار مجموعه مثلا طلعت من الاول لازم، خاصه علم علوم، اي حد داخل علم علوم هو طب بشري. الله يا بنتي، انت معاكي درجتين زياده ليه تسيبيهم للتنسيب؟ لا انت اخترتي يعني اللي يناسبك. فطبعا لازم نجتهد ونجيب اعلى مجموع، احنا نختار الكليه اللي احنا عاوزينها، مش الكليه مثلا او التنسيق هو اللي يحدد احنا هندخل ايه. مش شرط مثلا اللي انت داخل علم علوم اللي تدخل طب، في كليات تانية كتير ممكن تنجح فيها. وكمان مثلا اللي ما جابش مجموع طب ده مش اخر المطاف، يعني ده مش يعني اللي دخل طب مش ده الناجح والتاني هو الفاشل. صحيح. هو ممكن يدخل اي كليه وينجح فيها، ممكن اللي دخل طب الله اعلم يفشل طبعا. فهم يختار اهم حاجه كليه تكون مناسبه لقدراتهم ويكون ده شغفهم فعلا ويقدروا يكملوا فيها. طيب ما كانش في عندك بقى ضغط من وانت صغيره؟ الدكتوره رحمه راحت، الدكتوره رحمه جت. هو انا اصلا بقول استاذ جراحه بس في جامعه الزقازيق، انا كنت عاوزه بقى ادخل القصر العيني بقى يعني اكمل المسيره يعني. بس كنت انا حابه القصر العيني، فالحمد لله يعني ربنا وفقني والتنسيق جابني القصر العيني. طيب عاوز اعرف منك انت بقى يا مريم، ايه العقبات اللي كانت في طريقك وازاي قدرتي ان انت تتغلبي عليها وتفكري تفكير مختلف بعيدا عن الفكر النمطي اللي انا لازم اعمل كذا ولازم ادخل كليه كذا واتخرج اشتغل كذا؟ ليه الشغلانات النمطيه
وانت دلوقتي شايفه نفسك فين بعد ما تتخرجي؟ هو دايما بحس ان مفيش حاجه، يعني ممكن ابقى حاطه في دماغي خطه معينه او حاجه معينه انا عايزه، يعني انا حاليا الحاجه اللي نفسي فيها حاجه اكاديميه اكتر، ان انا اكون مثلا دكتوره في الجامعه او كده. بس حاسه ان دايما يعني كل مثلا ما هكون متعلمه حاجات اكتر او عندي امكانيات اكتر، الحياه هتفتح لي مجالات اكتر. يعني انا كل سنه كل ما بتعرف على ناس اكتر، وكل ما دايره معارفي ما بتوسع، كل ما بحس ان انا ليه ما اعملش الحاجه دي مثلا، فلاقي نفسي عندي كذا نشاط غير الحاجه اللي انا عايزه اعملها اصلا. فحاسه ماشي خلاص، ده يعني الهدف اللي انا عايزه اوصل له، بس سايبه نفسي ان ممكن الحياه توديني في حته تانية، فيعني عادي هروحها، مش هقول لا. على فكره المبدا ده في حد ذاته هايل، انا بحييك عليه والله. بس برضو عندي سؤال ليكي، انت ما شاء الله من اوائل الثانويه العامه ادبي، ايوه، دخلتي بزنس. اه في بقى هنا ما شفتي انت كده سبتي درجات للتنسيق، يعني كده غيرنا ليه اخترت البزنس؟ وهل اسرتك ما قالولكيش لا ليه انت جايه؟ انت ما شاء الله من الاوائل، قدامك يعني جامعات كتير جدا، اقتصاد وعلوم سياسيه اعلام وحاجات كتير جدا. هو انا اختياري اصلا للبزنس كان بسبب اكتر الجامعه اكتر ما منه الكليه، علشان انا اصلا كان نفسي اخش ألسن في الاول، وبعد كده يعني ساعتها الجامعه الالمانيه جالي منحه من الجامعه الالمانيه، فلما بدات اقارن حسيت الجامعه، سالت عن الجامعه الالمانيه ناس وكده، فالجامعه الالمانيه من احسن الجامعات الموجوده في مصر دلوقتي ومستقبلها كويس وكده. فدي برضو فكره اللي هو زي ما بقول لك ان ممكن ربنا فعلا يفتح لك مجال ما كانش في دماغك اساسا. صحيح. فقعدت كتير متردده، طب انا كان نفسي في ألسن ليه، هسيب حلمي وكده. بس قلت خلاص، طب هشوف، هجرب السكه اللي اتفتحت لي دي، لو ما ارتحتش ارجع عادي جدا. لقيت نفسي لا، دلوقتي بقول الحمد لله ان يعني ربنا وفقني للاختيار ده. رحمه، كملتي بقى النجاح؟ اه الحمد لله. هو انا اصلا في القصر العيني داخله منحه اسمها ابكا، ده بيكون عددنا اقل. إيه؟ ابكا. ابكا اه ده هو كريدت، بس احنا بيكون عددنا اقل وبيبقى لنا مبنى خاص بينا وكده. فانا الحمد لله يعني مكمله في المنحه. تقديراتك ايه خلال الحمد لله كويسه. طيب احنا لسه مكملين في احتفالنا الحقيقه، يمكن في هذه الحلقه الخاصه المتعلقه بطلبه وطالبات الثانويه العامه، وبنحاول ان احنا يعني نوضح لحضراتكم انه حقيقي مفيش كليات قمه دلوقتي، وانه سوق العمل منفتح لحاجات كتير جدا. ولسه مكملين في هذه الحلقه، بتنضم لنا دلوقتي على التليفون واحده من اوائل الثانويه العامه دفعه 2022 شعبه علم الرياضه، وهي الطالبه ندى محمود عبد المولى. ندى صباح الخير عليكي. ندى؟ ايوه انا سامعاكي، صباح النور. صباح الخير يا ندى. ايوه سامعانا يا ندى؟ ايوه انا سامعاكم. طيب ندى، يعني عاوزين نعرف حسب المعلومات اللي احنا عرفناها كده، اللي انت دخلتي كليه هندسه قسم كهرباء، اشمعنى هندسه الكهرباء يا ندى؟ انا اصلا احنا كنا في ثانويه عامه بدانا شويه الفيزياء بتاعتنا كانت بتتكلم عنها، فانا ساعتها كنت حبيتها، يعني كانت بالنسبه لي يعني كل حاجه بالنسبه لي يعني كنت يعني منبهره بيها كده، كنت عايزه اعرف عنها اكتر. ولما دخلت برضو الجامعه كنا بدانا ناخد برضو شويه عنها زياده، فحسيت ان انا برضو لا حباها وعايزه اكمل فيها اكتر، ف بتخصص فيها يعني. ندى، ايه الحاجه المختلفه ما بين الثانويه العامه والكليه؟ احنا بنبقى داخلين الكليه كده فاكرين ان هو نفس نمط المذاكره، ايه يعني المختلف ما بين ثانويه عامه؟ لا هو مختلف خالص، يعني هو في المدرسه اصلا احنا متعودين ان احنا في حد يعني معانا دايما يقول لنا احنا هنذاكر، لازم نعمل كذا، ولازم كل حاجه احنا لازم حد بيقول لنا احنا هنعمل ايه. صح. وبيكون ورانا دايما، لكن في الجامعه هو بيبقى اعتماد يعني كامل على نفسنا، اللي هو مسؤول على نفسي، انا اللي هعمل، انا اللي هتاكد ان انا بذاكر وان انا ماشي كويس وان انا كل حاجه ماشي كويس مع الجامعه. لكن في المدرسه لا، انا في حد ماشي ورايا، لو يعني غلطت في اي حاجه هلا يعني هو هيوجهني، لكن في الجامعه بكون معتمد على نفسي. صحيح. طب وندى، هل دخولك لكليه الهندسه قسم كهرباء كان اختيار شخصي منك، ولا في حد هو اللي وجهك لدخول هندسه كهرباء؟ لا خالص، هو كان شخص خالص يعني جدا، يعني هو انا كنت من يعني بقالي من ثانويه عامه وانا كنت مقرره ان انا حبيت المجال ده واكمل فيه يعني. طيب ايه النصيحه اللي تنصحيها لزمايلك؟ يعني بالنسبه لل جابوا مجاميع كويسه وهيدخلوا الحاجه اللي كان نفسهم فيها، فاسمعوا ليهم ويكملوا، ما يشتكوش بقى ان ده اخر نجاح وخلاص بقى يفوينا، لا لازم يكملوا ويشدوا اكتر عشان هم مطلوب منهم يفضلوا يكملوا بالنجاح ده،
ويخشوا حاجه بيحبوها، ما يدخلوش حاجه ان هم عشان دي مثلا دلوقتي الناس يعني ترند دلوقتي او الناس كلها بتدخلها فانا هدخلها، او علشان انا مجموعه كبير فهدخلها. يدخلوا حاجه بيحبوها عشان يقدروا يكملوا فيها ويشتغلوا فيها، واللي ربنا ما وفقهوش يعني هو هيختار، ربنا هيختار له حاجه وده اختياره، فده مبروك اكتر. انت هتدخل حاجه من اختيار ربنا، فخلاص دي مش نهايه الدنيا، وانت هتدخل حاجه وهتعرف ان الثانويه عامه دي مش حاجه اصلا، وهي مجرد يعني خطوه. نعم. وربنا اختار له حاجه وان شاء الله ربنا يوفقه فيها وهيكون ناجح. يعني بنشكرك يا ندى، يعني كل التوفيق ليكي في اللي جاي. ندى محمود عبد المولى احدى اوائل الثانويه العامه علم رياضة دفعة 2022 وطالبة بكلية هندسة قسم كهرباء. لسه كلامنا مستمر عن رحلة أوائل الدفعات السابقة في الثانوية العامة، لسه كلامنا ما خلصش. معانا دلوقتي على التليفون واحد من أوائل الشعب العلمية دفعة 2022 السنة اللي فاتت، هو محمد عاطف الشيمي. خلينا نعرف إيه أخبار محمد، دخل كلية إيه، عمل إيه، حقق إيه من خططه لمستقبله. محمد صباح الخير عليك. صباح الخير. احنا عرفنا يا محمد ان انت دخلت كلية هندسة قسم ميكاترونكس، ليه بقى ميكاترونكس؟ اشمعنى؟ يعني هو انا كان بيني اقسام كتير وبتاع، وانا كنت احترت في الاول من بينهم، مش عارف اللي مستقبلها حلو اللي بيقولوا بقى ان دي مستقبلها حلو، اللي دي فيها كذا دي فيها كذا. بس انا دخلت القسم اللي انا كنت حاسه حبه اكتر بكتير. يعني انا مثلا كنت في بكده بحب الفيزيكس اكتر مثلا عن الناس وكده، فهو بالنسبه لي مثلا ده الميكاترونكس كان اختيار افضل ليا. طيب محمد، هل اختيارك للميكاترونكس كان اختيار شخصي، ولا كان في حد وجهك وقال لك ان ده المستقبل وده يعني هيكون قسم واعد وفيه فرص عمل اكتر؟ ده كان عادي شخصي، هو يعني هو كان شخصي برضه، وسالت قعدت سالت حواليا مثلا ده ايه وده ده كويس، بس في الاخر برضه في الاخر هو كان شخصي. طبعا محمد انت عارف انه قسم او تخصص الميكاترونكس من اهم التخصصات او المجالات المطلوبه بقوه في سوق العمل ان كان الحالي او حتى في المستقبل، بس ده هيتطلب منك ان انت يكون عندك سكيلز مختلفه او مهارات كمان ثانيه. انت ناوي تعمل ايه عشان تحقق اكبر قدر او يبقى عندك اكبر قدر من المهارات دي بجانب دراستك في قسم الهندسه، طبعا قسم ميكاترونكس؟ يعني هو ايوه المفروض اصلا اي حد في الكليه ان هو يشوف له مثلا تراك سكيلز، كورسات مثلا من بره الجامعه، الحاجات تتشاف لوحدها علشان، وتدريبات في شركات مثلا وكده، عشان في حد يعتبر لازم كل قسم مهما كان لازم برضه الشخص يتميز فيه، عشان يعني لو عايز يتعين بعد كده هو يبقى مختلف عن كل اللي طلعوا زيه. طبعا بنشكرك شكرا جزيلا محمد عاطف الشيمي الثالث علمي رياضه دفعه 2022 وطالب حاليا في كليه هندسه ميكاترونكس، وبنتمنى لك دايما التوفيق وحظ موفق دايما يا محمد. نشكرك شكرا جزيلا. خلونا نرجع لضيوفنا اللي منورنا في الاستوديو مره ثانيه، مريم ورحمه. ورجع لك يا مريم، عاوز اعرف تحديدا، يمكن الكل دلوقتي او في اغلب البيوت اللي موجود فيها ثانويه عامه بيبقوا قاعدين على اعصابهم في فكره ملي الرغبات، انت عملتي ايه وانت بتملي استمارت الرغبات؟ هو الموضوع كان بالنسبه لي مش صعب قوي، عشان زي ما قلت لحضرتك انا كنت خلاص محدده ان انا ان شاء الله ادخل الجامعه الالمانيه يعني. فلما مليت الرغبات لو كان اول حاجه انا كنت عايزه ألسن، فحطيت ألسن وانا عارفه ان انا مش هدخلها، بس حطيتها اول حاجه. وبعد كده مليت بقى رغبات بقيتها اي حاجه، ف مش عارفه. الموضوع بالنسبه لي كان اسهل عشان ما كانش عندي مشكله مع الدرجات بتاعتي، يعني انا واثقه ان درجتي كده كده حتى لو انا كنت عايزه ادخل ألسن كده هتجيبها لي، ف ما شاء الله ما كانش عندي ازمه يعني. ما شاء الله. طيب رحمه، انت محدده انت عايزه تتخصصي في ايه تحديدا؟ هو موضوع التخصص ده ما بنفكرش فيه الا بعد التخرج. يعني عشان لا انت رسمه نفسك تبقي ايه؟ يعني انت عندك خطه وعندك هدف عندك حلم؟ هو ممكن اكون مثلا مايله لمجال تخصص الجلديه. جلديه ولا جراحه زي بابا؟ ما هو ممكن جراحه برضو. هو لسه بفكر، اصل في حاجات كتير لسه ما درستهاش، انا لسه في سنه ثانيه، ففي لسه ما بدأناش كلينيكال، او فانا مش ناويه انحاز لتخصص معين دلوقتي، اشوف كل التخصصات الاول واقرر.
يقين، تحس ان رحمه دكتوره فعلا قليله الكلام، عارفه اه بالظبط، لا وقليله الكلام بالظبط، وانا بفكر بالمشرط بالورقه والقلم زي ما بيقولوا بنفتح على طول. لا بس والله مهاراتهم فعلا تحس ان هي مهاراتهم باينه، حتى مريم لا يعني منطلقه ومتحدثه وما شاء الله. طيب اخيرا بقى لو هتوجهوا رساله دلوقتي للطلبه والطالبات اللي نتائجهم جت خلاص، اللي ما شاء الله جابوا نتائجهم وطلعوا اوائل، جابوا نتائج اللي هم حابين ان هم كانوا يحصلوا عليها، فرحوا وبسطوا. الناس بقى اللي ما قدروش او ما حالفهمش الحظ ان هم يجيبوا الدرجات او النتائج اللي هم كانوا مستنيينها، هتقول لهم ايه؟ هبدا بماري. ماشي. وانا كان عندي واحده صاحبتي امبارح كانت بتكلمني، وكانت بتكلمني على نفس الموضوع ان هي درجتها ما كانتش اللي هي عايزاها، وكلامها عجبني قوي ان هي قالت لي انا بدات ادور ان خلاص انا كده ده امر واقع ان هي دي الدرجه اللي انا جبتها، فهبدا ادور بقى ايه الكليات اللي هتبقى متاحه ليا وفعلا هقدر الاقي شغفي فيها وهقدر اوصل لحاجه فيها. وفعلا وقالت كليات انا نفسي كنت اول مره اسمع عنها، لو دي كليات موجوده عندنا اصلا، هي فعلا دورت وفعلا بدات تحدد كمان هي عايزه، يعني خلاص هي تجاوزت الموضوع خلاص، انا عدينا بقى نخش على اللي بعده. فهي عجبني كلامها جدا امبارح، وحسيت له برافو عليكي ان انت عملتي كده وتعديتي الموضوع. طب اسرتها اتعاملوا ازاي مع الموضوع؟ مش عارفه بصراحه، بس طالما هي يعني تعدت هم اكيد كمان لسه الموضوع اكيد او في الغالب يعني دلوقتي تحسي مش زي زمان، يعني زمان كان اللي هو لازم تجيب مجموع وهتعرنا لو ما جبتش مجموع، دلوقتي بقى عادي، مش الناس مش بتدقق قوي في الحوارات دي يعني، ودي حاجه كويسه يعني. اه طبعا بحس هو كل واحد مسؤول عن حياته يعني، يجيب درجه عشان حد انصح اللي بيكتبوا الرغبات دلوقتي تنصحيه بيه، هو اول حاجه يشوف رغبته، هو دي حياته ومستقبله، يعني راي الناس ده بعدين. انت حياتك دي هتمشي فيها لوحدك، فانت اختار اللي يناسبك ويناسب شغفك، وربنا يوفقهم كلهم، واكيد ربنا يكتب لهم الخير في اي مجال يدخلوه. نعم. رحمه ومريم انتوا نورتونا، وكنا سعداء جدا بوجود نماذج مشرفه جيل المستقبل ده، انتوا اللي هتكونوا القاده في المستقبل، فاكيد يعني فخورين واحنا قاعدين معاكم. كل التوفيق ليكم يا رب.